أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. إحنا تعودنا إن برنامجنا بيواجه المجتمع، بيواجه مشاكلنا ومشاكل ولادنا، لأن إحنا ما بنحطش راسنا في الرمل. إحنا طول عمرنا بنسمع عن الجنس الثالث وبنهاجمه، ولما حصل أحداث في مصر الفترة اللي فاتت في حفلة من الحفلات كلنا أصبنا بالاستياء وكلنا انتقدنا واتضايقنا، وده فعلا شيء بقى موجود، مش عايزة أقول منتشر جدا، لكن هو موجود وما بقاش زي زمان حاجة بنسمع عنها كده في مكان تاني، لأ هو بقى ممكن كمان يبقى قريب مننا. كلنا عارفين إن الجنس الثالث مخالف للعادات والتقاليد والفطرة السليمة. طيب سألنا نفسنا مرة، هم ليه بقوا جنس ثالث؟ يعني احنا بنهاجم وبنتهم وبنشتم وبنغلط، طيب حد مرة سأل هي الناس دي وصلت كده ليه؟ هو يا ترى وصلوا لوحدهم ولا احنا كمان كأمهات وآباء كنا السبب في المصيبة دي؟ ممكن يكون مرض نفسي. طيب لو هو مرض نفسي، هل ممكن المرض نفسي بيجي بقرار؟ يعني الطفل نفسه يكون هو صاحب قرار المرض النفسي لوحده؟ ولا هو بقاله كذا سنة بيستقبل رسائل نفسية مؤذية ومشوهة، يجي عند سن معين ويقرر بشكل واعي أو غير واعي إن هو ما يكونش ذات الجنس ويكون زي ما أهله عاوزينه حواليه، يعني يقرر إنه يدفن نفسه الحقيقية اللي اتولد بيها عشان يبقى في النفس المزيفة اللي حواليه زقوه ليها، وبنكون إحنا اللي حطينا حجر الأساس في بنيان المرض. نبتدي نشوف يا ترى هو معذور، بس الحقيقة ده اللي حصل. معنى كده ان المرض النفسي لازم يكون فيه مؤثرات حواليه وبعدين يجي بشيء من القرار لو فرضنا، والحقيقة اللي هيعدل طبعا كل الكلام ده معانا الأستاذ الدكتور عبد المحسن ديغم اللي بنتشرف دايما انه يكون معانا. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا ممكن تكون ام كان نفسها ببنت وجابت ولد، تبدأ بقى تلبسه بنوتة وتلم له شعره، وطول ما هو صغير شوفه حلو ازاي، ده لو كان بنت كان بقى قمر، انا كان نفسي ببنت، الله شوف حلو ده شبهي بالظبط، والله عندي صورة وانا صغيرة شبهه. فبالتالي بيبدأ الولد يشعر ان جزء كبير من ارضائه لامه قبل اي حد انه يكون الجنس اللي هي عايزاه، وجزء كبير من جواه يحس انه الافضل انه لو كان بنت ما كانش ولد. هنا احنا اللي عملنا ده، احنا اللي عرضناه لظروف صعبة، الظروف الصعبة دي ممكن تحوله لمريض نفسي، وبالتالي عند اللحظة الحاسمة، لحظة الاختيار بين الاستسلام والمقاومة، بيختار انه يستسلم. ممكن كمان يكون طريقة تربيتنا للولاد اللي بنخليه في وسط أصحابه مفيش مانع ان هو يكون نمرة اتنين، لان احنا في البيت بنهينه، فتعود انه يعيش مهان، فلما عاش مهان كان أسهل واحد ممكن يتضغط عليه. ويا ترى بناتنا كمان، هل احنا ما بنساهمش في ده؟ اوعى حضراتكم ننكر ان الجنس الثالث ده موجود ايضا في البنات مش في الاولاد بس. طب البنات يا ترى احنا بنزود قوي من خوفنا على بناتنا ومن عايزين نحميهم، بنزود قوي احساسها انها لازم تبقى راجل؟ هل احنا بنصر انها تنسى انها بنت علشان خاطر نرضى عنها وتسيبها تمارس حياتها
كشغل كتعليم كأي حاجة هي عايزاها؟ هل احنا السبب؟ طيب لو احنا السبب وأي حد بيسمعني كان في حد السبب، هل ده مش معناه ان احنا ممكن نرجع تاني لأصلنا الحقيقي؟ هل مش معناه ان الشخص اللي أجبر على انه يبقى في جنس آخر غير جنسه انه ممكن يتراجع؟ احنا كل ده هنشوفه مع الأستاذ الدكتور عبد المحسن داخل. دي فقرتنا الأولى. الفقرة الثانية، في كاتب اسمه جون جراي. جون جراي كتب مجموعة من الكتب، كان أهمهم كتاب كان ما هو كان بيتكلم عن العلاقة ما بين الستات والرجالة، وقال إن الستات من كوكب والرجالة من كوكب آخر. هو كان يقصد كده إن ممكن الاتنين بيقولوا نفس الكلام لكن مش بنفس اللغة، ومن هنا تكمن المشكلة. الكاتب إيهاب معوض عمل كتاب اسمه الرجال من بولاء، رجال من بولاء والنساء من أول فيصل، تشبها بكتاب جون جراي. هنتكلم معاه النهاردة وهنشوف هو لازم مراتك تبقى رقاصة؟ طيب وهو لازم النهاردة أنا عاملة شعري فانت المفروض تنام في الأوضة التانية؟ ونشوف هو جوزي بيخني؟ ولما هو يقول بغير عليها يبقى مجنون؟ احنا النهاردة هنقعد نشوف يا ترى دي مشاكل موجودة ولا احنا الاتنين بنتكلم نفس الكلام بس مش فاهمين بعض. ودي فقرتنا التانية مع الكاتب إيهاب معوض. ابقوا معنا.